السلام عليكم ورحمة الله. أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، والبداية بالعناوين. الرئيس السيسي يثمن الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري في قطاع غزة. خلال افتتاح مؤتمر إيجيبس 2024، الرئيس السيسي يطالب الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها تجاه تفاقم أزمة التغير المناخي. بدو جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تفاصيل الأحداث. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري في قطاع غزة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو. صرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدولية للاتحاد، حيث تم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة التوطيد التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية. كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، خاصة الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل. من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم الجهود كافة التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، لا سيما فيما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها تجاه تفاقم التغير المناخي وتوفير التمويل الذي تعهدت به في مؤتمر باريس للمناخ. جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي خلال جلسة حوارية لاستعراض أوجه التقدم لتحقيق الاستدامة المستقبلية في الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024، حيث تمتد فعاليات المعرض خلال الفترة من 19 إلى 21 من فبراير الجاري تحت شعار تحفيز الطاقة، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، وذلك بمشاركة 120 دولة. وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الرئيس السيسي أن مصر تبرز كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، تماشيا مع رؤية مصر 2030 والتوسع في البنية التحتية وتنمية مشروعات كبرى لمنخفضة الكربون، بالإضافة إلى الشراكات التي تربطها بشركاء التنمية والجهات التمويلية إقليميا وعالميا. انتوا عارفين بحجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل ال 15 مليون وحدة، أو نخلي 60% من الوحدات السكنية في مصر تشتغل أو تعمل بالغاز الطبيعي، ده كلفنا قد إيه؟ وقت وجهد وأموال. طيب تصوروا إن إحنا في مصر أيضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 ل 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال 7 سنوات ايضا اقدر اقول بمنتهى التواضع ان احنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة، بس احنا انفقنا اموال ضخمة جدا. واشار الرئيس السيسي الى ان مصر من اوائل الدول التي التزمت بتعهداتها منذ عام 2015 بالتحول الى استخدامات الطاقة النظيفة على الرغم من الاعباء التمويلية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة. النهاردة المفروض ان الدولة المصرية لها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل. انا مش بشتكي يعني، لكن اقصد اقول
ده الطرح اللي احنا بنتكلم فيه. اذا كان في تعهدات احنا كدولة مصرية حرصت على انها تنفذها، التعهدات دي الالتزام بيها كان اموال ضخمة تم ضخها عشان نقول واحنا قاعدين معاكم دلوقتي احنا فعلا 15 مليون وحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز، ونص مليون عربية او اكتر بتعمل بالغاز الطبيعي، ولو في فرصة تمويل اكتر هنعمل اكتر من كده. وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أشار إلى أن النسخة السابعة من المعرض تعقد في خضم سلسلة من التحديات العالمية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات والتحول الطاقي. السنة دي احنا كانت أول سنة نحول المؤتمر من مؤتمر متخصص في البترول إلى مؤتمر يشمل الطاقة، وده طبعا مع التوجه في العالمي والدولة في الانتقال الطاقي، وبالتالي يشمل كل العناصر من خفض الانبعاثات، التحول الى الطاقات الجديدة، الهيدروجين الاخضر وهيدروجين منخفض الكربون، تخفيض الانبعاثات، كل العناصر اللي مطلوبة مننا لانتقال الطاقة، وبالتالي يشمل عناصر جديدة من الشركات والانشطة المختلفة سواء في المعرض أو في الحلقات النقاشية التي تتم في أثناء المؤتمر. يسعى المؤتمر إلى مناقشة سياسات واستراتيجيات بناء شراكات ممتدة لتحقيق صناعة طاقة فعالة من أجل المستقبل في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. نبعث إشارات ورسائل من أجل استقرار السوق واستقرار الأسواق. إن التوقعات الخاصة بالأوبك تشارك مشاركة كبيرة جدا في تقليل عامل القلق، وهذا ما يحتاجه المستثمرين. عندما يريد المستثمرين استثمار ملايين الدولارات يحتاجون إلى الوضوح، يحتاجون إلى الشفافية، يحتاجون إلى الاستقرار في الأسواق. لذلك ونحن نقوم بعملية التحول يجب أن نتسم بهذه النقاط. نحن لدينا ازدياد في جمهورية مصر العربية على الطاقة، فأعتقد أن هذا التحول لابد أن يتم سريعا وبأقل تكلفة. نحن نرى أن هناك فرصة عظيمة في مصر وقدرات عظيمة جدا في مصر، لهذا نحن نتمسك جيدا بهذه الشراكة مع جمهورية مصر العربية كاتحاد أوروبي ومع القطاع الخاص أيضا في مجال قطاع الغاز الطبيعي. نحن أدركنا أهمية هذه الشراكات في الغاز الطبيعي. نتحدث بشأن التمويل والتوافق الدول التي نقدم لها الدعم والترابط فيما بين التغير المناخي وأيضا التنمية. بالطبع إذا تخلينا عن أحد منهما لن نحقق نجاحات. أعتقد أن ندرك هذا جيدا، ونحن في مصر قد قمنا بإجراء دراسة مع السلطات المصرية من أجل تحقيق مسارات متوازنة في القطاع الاقتصادي وتحقيق التحول الطاقي. ويشارك في المؤتمر والمعرض نحو 35 ألف مشارك، وتشهد فعالياته إقامة 80 جلسة نقاشية، كما يضم المعرض المقام على مساحة 39 ألف متر مربع أجنحة لاثنتي عشرة دولة تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والصين والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات والعراق وكذلك رومانيا التي تشارك للمرة الأولى. لهذا فإن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة أصبح منصة هامة تجمع المنظمات الإقليمية والدولية وكبريات الشركات العالمية وصناع القرار لصياغة ورسم خارطة طريق لصناعات البترول والغاز والطاقة النظيفة والمتجددة وسط تحديات جيوسياسية وأمنية غير مسبوقة. من مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات على رشوان أني للأخبار. هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض ايجيبتس 2024 في دورته السابعة واستمع لشرح مفصل من المسؤولين عن فعالية المعرض. كما تفقد الرئيس يرافقه وزير البترول المهندس طارق الملا أجنحة الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال المشاركة في المعرض. استعرض الرئيس السيسي خلال تفقده المعرض جهود وزارة البترول في التحول الرقمي والتحول الطاقي والفائدة التي تعود على الدولة جراء ذلك.
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع شركة البريطانية بريتش بتروليوم خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيا لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي على هامش مؤتمر إيجيبس 2024 الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم راي أوشنكلوس. كما ثمن الرئيس السيسي النشاط المميز للشركة وحجم استثماراتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول والتي تتسق مع جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة. كما أشاد الرئيس السيسي بعمل الشركة في مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. من جانبه أكد أوشنكلوس أن الشركة حريصة على استمرار استثماراتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر، كما أعلن ضخ استثمارات جديدة وأنشطة استكشافية تصل إلى مليار ونصف مليار دولار. في هذا المجال تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وذلك في وفاة المغفور له السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف والد الأميرة رجوى الحسين زوجة ولي العهد الأردني. وعرب الرئيس السيسي عن خالص تعزيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن الشقيق، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، حيث من المرتقب أن تقدم 52 دولة أدلة بهذا الشأن. وخلال كلمات أمام الجلسة أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، مشددا على أن إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أشهر على قطاع غزة، طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. مطالبات الوزير الفلسطيني تأتي في مقدمة مرافعات أكثر من 50 دولة أمام المحكمة في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وذلك حتى 26 فبراير. من المتوقع أن يستغرق القضاء 6 أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضا فحص الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته. من جانبه أكد المحامي بول راكلر الذي يمثل الفلسطينيين للمحكمة أن الأمل الأكبر وربما الأخير أمام حل الدولتين، وهو أمر حيوي للغاية لاحتياجات الشعبين، هو أن تعلن المحكمة عدم قانونية العقبة الرئيسية أمام هذا الحل، وهي الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين. هذا ومن المؤكد عدم حضور إسرائيل جلسات الاستماع، إلا أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة في الوقت الذي تؤكد فيه أن الرأي المنتظر من المحكمة هذه المرة يمكن أن يزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحرب إسرائيل المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 100,000 فلسطيني في قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في مطلع شهر أكتوبر الماضي. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن 26 دولة عضوا في الاتحاد من أصل 27 طالبت بهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة. وقال بوريل عقب اجتماع الوزراء الخارجية الأوروبيين إن هذا الطلب الذي رفضته المجريانية وقفا للمعارك يمهد لاحقا لوقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف بورل أن الدول 26 قلقة جدا لاحتمال شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن الوضع في غزة كارثي وقد يزداد سوءا إذا أصرت إسرائيل على تنفيذ هذه العملية. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار لمجلس الأمن يؤكد على دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن. وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه في ظل الظروف الحالية فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى الدول المجاورة. وجاء في المسودة أن خطوة كهذه سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية. وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد أن طلبت الجزائر أن يصوت المجلس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. شدد وزير الخارجية سامح شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وهي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لوفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس آدم سميث زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة. تناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية في هذا السياق على أن مصر لا ترى بديلا سوى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفدا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفدا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا المساعي المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة. اليوم 37 بعد 100 على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 29,092 شهيدا و 69,028 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكدت الصحة الفلسطينية أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وخلال ساعات 24 الماضية استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب 145، حيث كثفت قوات الاحتلال قصفها لحي الزيتون وحي الرمال مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والمصابين. كما واصلت قوات الاحتلال استهداف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس وعرقلت حركة الطواقم الطبية والمرضى. استهدفت غارتان إسرائيليتان على الأقل بلدة الغازية الساحلية في جنوب لبنان مما أوقع 8 جرحى. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مستودعات أسلحة لحزب الله، وأفاد شهود عيان أن حريقا ضخما اندلع جراء غارة طالت مستودعا يقع قرب الطريق الساحلية الدولية مما أدى لتصاعد سحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقعين المستهدفين.
وقال المصدر الأمني اللبناني إن إحدى الغارات استهدفت معمل حديد في منطقة صناعية في البلدة الواقعة جنوب مدينة صيدا، والتي تبعد حوالي 30 كيلومترا بخط مستقيم من الحدود مع إسرائيل. متواصلون معكم في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. مدبولي يؤكد على ضرورة وجود كيان مسؤول عن إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية. محمود الخطيب يؤكد خلال زيارته لنادي الزمالك أن العلاقة بين القطبين تاريخية ولن ينال منها أحد. جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الشبكة الوطنية للطوارئ والسلام العام في تحقيق التعاون والتنسيق التام بين مختلف جهات وأجهزة الدولة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة أو أزمات أو كوارث. جاء ذلك خلال رئاسة اجتماع لمتابعة موقف تفعيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث لفت إلى ما تم افتتاحه خلال الفترة الماضية من مراكز للشبكة الوطنية في عدد من المحافظات، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المراكز على مستوى الجمهورية وفقا لأحدث المعايير الدولية، وبما يسهم في الربط بين مختلف عناصر التعامل مع الحالات والأحداث الطارئة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار. ورحب مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، رحب بفكرة إعادة طرح أهمية وجود قانون خاص للعاصمة، وأن تكون هناك رؤية متكاملة بشأن المخططات والمشروعات المستقبلية بكل المناطق في القاهرة التراثية، ويتم تضمين المشروعات التي تم تنفيذها للتطوير، وذلك سواء ما يتعلق بميدان التحرير أو القاهرة الخديوية أو في المنطقة التراثية، وكذا منطقة الفسطاط ومجرى العيون وغيرها. وخلال اجتماع آخر أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مشروع تطوير وتوسيع طريق كورنيش الإسكندرية ضمن مخططات التنمية بالمحافظة بما لها من قيمة اقتصادية وسياحية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية. تناول الاجتماع أيضا سير العمل بمشروع كوبري محور السادات 45 بالإسكندرية بطول كيلومترين للربط مع الطريق الدولي الساحلي، إلى جانب استعراض موقف تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال حماية الشواطئ بسواحل مدينة الإسكندرية. تابع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جهود توطين صناعة الطلبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في اجتماع بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أكد استعداد الحكومة لتنفيذ أي مطالب لتوطين هذه الصناعة محليا. كما كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتنسيق مع مسؤولي الشركات الخاصة لإعداد خطة عمل ببرامج زمنية واضحة لإنتاج الطلبات المطلوب تصنيعها محليا. قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بافتتاح معرض أهلا رمضان بالعريش، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وبأسعار مخفضة. وسط إقبال جماهيري كبير من أهل العريش، انطلق معرض أهلا رمضان في ظل تنوع كبير على مستوى السلع الرئيسية كالزيت والسكر والأرز، وكذلك اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه. الاسعار برضو يعني التخفيض من 20 ل 30%، ودي حاجه كويسه. اهم حاجه وانا نبهت على جميع التجار وعلى زملائي في مديريه التموين، اهم حاجه الاستمراريه على هذا المستوى. ان شاء الله التخفيضات تستمر لغايه العيد ان شاء الله، وهنكون مستمرين فيها. اللحوم طبعا موجوده زي ما حضرتك شفتوها، احنا وصلنا حوالي 320
20 الكيلو، ده حاجة كويسة بمقارنتها بالأسعار الأخرى اللي موجودة. بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية بالعريش، تخفيض كبير على أسعار السلع والمنتجات الرئيسية بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30%. أقل نسبة تخفيض في منتجات توصل ل 20 و 25% بالنسبة للسكر. السكر هنا في شمال سيناء بالسعر الرسمي على ما أظن 27 جنيه أحسن من أي سعر في الجمهورية. معرض هنا بيتعمل طول شهر رمضان، بنتارجت فيه احنا المنتجات الاستهلاكية، لأن شهر رمضان بوضعه بيبقى شهر استهلاكي، أكتر تقريبا الأشهر اللي بيستهلك فيها المواطن فيها المنتجات. ضخينا كميات من اللحوم والأسماك وجميع السلع من أرز وسكر وكل السلع اللي بيحتاجها المواطن المصري بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية. التنوع الكبير في كافة المنتجات وكذلك انخفاض الأسعار لاقى قبولا واستحسانا كبيرا لدى المواطن السيناوي في ظل الحرص الشديد من جانب الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن. طبعا المعرض في منتهى الجمال وأسعاره حلوة جدا، طبعا ده تخفيف العبء عن أهل سيناء، وده يعني بيبقى عمل حلو جدا لأن الأسعار معظمها غالية جدا، بعض الناس تروح عشان تجيب كذا حاجة ما تعرفش تجيب إلا حاجة واحدة. الأسعار بصراحة النهاردة ممتازة جدا جدا، الأسعار رخيصة وكويسة تمام، وكل حاجة متوفرة وموجودة. الأسعار ما شاء الله يعني مناسبة للجميع، ويعني ما فيش مشكلة، ما فيش شكاوي. المعرض جميل، في تنوع في السلع كتيرة، أسعار متناول للجميع. السكر هنا ب 27 جنيه حلو، أنا مني خدت 2 كيلو كمواطن، وخدنا رز وسكر وفي لحوم اللحمة ب 320 جنيه حلو ما شاء الله. وفي عندنا برضو منتجات رمضانية، يميش رمضان وزبيب وحاجات أسعار كويسة. المعرض يعني ميزته أنك أنت تخش هتلاقي كل حاجتك في مكان واحد. تخفيفا للعبء عن كاهل المواطن السيناوي، محافظ شمال سيناء افتتح معرض أهل رمضان لهذا العام وسط إقبال كبير من جانب المواطنين والتنوع على مستوى السلع والمنتجات، لا سيما السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى منتجات اللحوم والألبان والخضروات، وسط انخفاض كبير في الأسعار يصل إلى 30%. من محافظة شمال سيناء، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. باستعراض درجة الحرارة نصل مشاهدينا إلى نهاية أحداث الليلة، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.